أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم ومرحبا على قناتكم قناة حكاوي سبسة. النهاردة هنتعلم نرسم أميرة من الأميرات، وهنتعلم دلوقتي ونلاقيها سهلة إن شاء الله. أول حاجة نرسم مثلث، وبعد المثلث نرسم تحتيه دائرتين اللي هي العينين، ونخلي بالنا وإحنا بنرسم العينين إن إحنا نسيب جزء أبيض في النص علشان يبين لمعة العينين من جوه، زي ما أنا بعمل كده بالظبط. ركزوا معايا وانتوا تشوفوا انا قصدي ايه. تمام، بعد ما رسمنا العينين هنبدأ نرسم المناخير والبق، ونأكد تاني نزود بس سنة صغيرة من عند المثلث يمين وشمال، ونرسم دورية اللي هي دورية الوش، وبعد كده نرسم الودان، وبعد كده نبدأ نرسم الرقبة، سهلة وبسيطة. وعند الرقبة نعمل مثلث نازل لتحت عشان يبين مكان الفستان، بعد كده نرسم قوس لليمين قوس للشمال، ونعمل تدويرة للإيدين يمين وشمال، وبكده يبقى احنا كده رسمنا الجسم على قد ما قدرنا، ونرسم مثلث. ومن هنا نبدأ نعمل مكان لإيديها ثلاث خطوات، ونطلع العصاية السحرية بتاعتها، ونرسم النجمة السحرية في آخرها. كده احنا رسمنا الرأس والرقبة والجسم، وكمان رسمنا العصاية السحرية اللي بتبقى في ايد الاميرات. طبعا انا غلطت فمسحت عند النجمة عشان اعملها صح. بعد كده لما نيجي نرسم الفستان، نرسم فستان عادي زي المثلث معدول بالظبط، مثلث لغاية الاخر، ونعمل تمويجات للمثلث كرانيش عشان يبقى شكله جميل. والشعر طبعا شعر الاميرات شعر كبير وطويل، نعمل قوس لليمين وقوس للشمال علشان يعمل. انا ما زبطتش معايا فوق بالظبط، لكن حاجة سهلة وبسيطة نقدر نعملها. وهنا نبدأ نحط التاج بتاع الاميرة فوق راسها، ونعمل الجواهر بتاعة التاج، وبكده تبقى الصورة خلصت وسهلة وبسيطة. واتمنى انها تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.